شكرا شكرا لطوق الياسمين، وضحكت ساخرة له وظننت أنك تعرفين معنى سوار الياسمين. يأتي به رجل إليك ظننت أنك تدركين. شكرا شكرا لطوق. مساء الخير، مساء الحب، مساء الثقافة، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من يلتقط صورتنا ويسمع صوتنا على الوطنية الثانية. كل عادة نتقابلوا من خلال المجلة الثقافية طوق الياسمين. أقعدوا معنا واكتشفوا فقراتنا. شكرا شكرا مشاهدينا، تو باش نمشيو الى استوديو 8 بالاذاعه الوطنيه التونسيه باش نشوفوا الفنان اللبناني وليد فرح من خلال الاغاني اللي باش يغنيها في اللايف واللي باش تكون حاضره في برنامج تونس البيا. الاجواء هذه الكل وتفاصيل التسجيل نتاع استوديو 8 باش نمشيو ونكتشفوها، وعلما انه الفنان اللبناني هو خريج السوبر ستار 2004-2005 وايضا فاز في مهرجان الاغنيه العربيه 2012 بالمغرب. خلي هو يحكي لكم اعلى روحه وتاخذوا معاه اكثر تفاصيل. شكرا شكرا لطوق. قلبتنا نتجوز على العيد وبدنا نعمر بيت جديد. بدنا نتجوز على العيد برنامج طوق الياسمين. اليوم في زيارة إلى استوديو 8 بالإذاعة الوطنية التونسية لمتابعة أجواء تسجيل أغاني للفنان اللبناني وليد فرح. هذه الأغاني اللي تم تقديمها في اللايف ضمن برنامج إذاعي بالإذاعة الوطنية التونسية تونس البيا، واللي تبقى هذه التسجيلات اللي تتميز بجودة وتقنيات عالية بخزينة الإذاعة الوطنية. وليد فرح هو خريج سوبر ستار 2004-2005 وفاز بمهرجان الأغنية العربية بالمغرب 2012 وغنى لأكبر الفنانين بالعالم العربي ونشاطه أكثر في المغرب العربي. بدأت أنا أغني وأنا صغير، يعني كتير صغير، ولكن دخلت المجال الفني باحتراف يتبدك من خلال مشاركتي بالبرنامج سوبر ستار 2004-2005. من هونيك بلشت تجي العروضات، لأنه بتعرفي هذا البرنامج يعني بتسمح للشباب الفنانين بالضبط، ويعني والحمد لله من هونيك صار في اتصالات وصار في نشاطات فنية أكثر وبلشنا يعني مسيرتنا الفنية مثل ما بيقولوا. بالإضافة طبعا أنا غير أنه فن عندي بشتغل بمجال المالي، يعني عامل علوم اقتصاد وبشتغل بالبورصة باريس، يعني أنا اليوم حاليا دونك اون باراليل لفني. يعني لهالسبب هيدا اللي هن نشاطاتي إذا بدك أقل من غير زملاء الفنانين، لسبب أنه ما عنديش وقت كتير بصراحة، بينما بياخد وقتي لحتى اختار الاشياء اللي انا بحبها واللي حبايب قلبي اللي بتتبعونا بحبوها واللي معودين على وليد فرح فيها واللي بحبوا يسمعوها يعني مني. هذا اللون الغنائي اللي انا اذا بدك بعني محافظ عليه من اول ما بلشت لحديت هلا، يعني فبيخد وقتي الكامل لاختيار الاغنيه، الكلمه كثير مهمه، اللحن طبعا، وبسجل. دونك بدي بلش باعتذاري يعني للجمهور التونسي والحبايب اللي عم يسمعونا، انه ان شاء الله ان شاء الله اذا الله راد الاعمال بتكون اكثر واكثر، لانه بتعرفي كل ما يتقدم الواحد بـ بـ بالمجال
كل ما بتزيد أعماله كل ما بصير في نشاطات أكثر وهذا. فبوعد الشمور التونسي وجمهور العربي يعني والمغرب العربي كله لأنه جمهور بعشقه على فكرة. إنه إن شاء الله أكثر وأكثر بصير في نشاطات لوليد فرح أكثر وأكثر بيشوفونا أكثر بإذن الله إن شاء الله. إن شاء الله. أنت قلت المغرب العمل المغرب العربي ونلقاو أغانيك وتعاملك أكثر مع بلدان المغرب العربي. علاش هذا بالذات يعني يجيو اقتراحات وإلا اختيار منك أنت وإلا كيفاش؟ الاثنين بالمغرب صحيح بصير عندي اقتراحات أكثر يعني طلبات أكثر على المغرب العربي وبكل تواضع وبكل بساطة جمهور المغرب العربي يعني المغرب الجزائر التونسي ذويق كتير مش معناتها عنا مش ذويقين لا بس كمان بحب يعني الكاليتي يعني إذا قبلوك معناها أنه أنت ناجح يعني خاصة بتونس عندهم دينة موسيقية خطيرة شعب متذوق فني بحب الفن وبحب الفن الأصيل طبعا والطرب الأصيل هذا هو اللون اللي أنا بإذن الله ماشي عليه ورح أبقى عليه مش معناتها بغني بس طرب يعني أكيد لما أقول طرب يعني طرب وطرب شعبي مثل اللون اللي سمعتوه اللي غنيناه هلق من شوي وإن شاء الله من خليلكم الجمهور التونسي بيصير يكتشفوا وإن شاء الله بينال إعجابه كمان بإذن الله يظل حضرتوا على لايف أنتم أطوى فهمني الموسيقى كلها لايف تتعدى أما نبرفوا قبل فهمني ونحضروا الأغاني متاعنا ونجيو الاستديو نصبهم أون لايف ديركت فهمني كما تسمعوا فيهم بالضبط تبقينا مع تمشينا الحاجة أبعد من هذا طوى ولينا نجيبوا في مطربين من برا فهمت كما سي وليد فرح المطرب اللبناني ما نجموش نبرفوا له معناتها من قبل نشوفوا رؤوس اقلام ويجي هوني في استوديو ونبرفوا كما شفتوا نبرفوا ديريكت ونصبوا اون لايف قبل كيفاش كان كنا نحضروا برنامج يجي المطرب على طول اسبوع ولا معناتها 5 ايام نبرفوا له ونحضروا برنامج كامل وكنا نصبوه في معناتها في 4 ساعات ولا 5 ساعات شفنا اللي فما اهدار طاقه معناتها ياسر فهمني في ونتعبوا ياسر حتى هو يتعب ما يلقاش صوته المطرب وقت برشا خاطر شولين نعمل ولين نقسموا البرنامج على حصتين نعملوا ساعتين ونص ساعتين ونص فهمتني على الاقل نبداو عندنا الوقت اكثر باش نحضروا حاجه تكون خير وتكون باهيه لا بيرفكسيون توا زدنا اكثر طورنا اكثر فهمتني وليت خاطر كاليبر كبير تو باش يولي معنا فهمتني مطربين اخرين اجانب هذا معناتها التصور نتاع الحصه وحتى مطربين كبار توانسه زاد معناتها نشكرهم اللي باش يكونوا معنا مش معناتها اللي تعداو مش كبار حتى اللي تعداو كبار بقينا معناتها باش تصير حاجات اخرى معناتها بيرفكسيوني اكثر من العاده تكون برايف اكثر وتكون حاجه فيها انضباط كبير ياسر وفيها لهوة يعني ميسيون بازي اكثر يعني على اغاني كلها أغاني ولكن أغاني ما نقصيو حتى معناتها نوع متاع أغاني نعملوا التونسي نعملوا برشا ونحرصوا شوية على المطربين الأجانب باش يغنيوا لنا التونسي تاعنا اللي صاير مع التعدي والكل فبتي وهذيك إيش حاجتنا احنا البيوت متاعنا اللي الموسيقى التونسية متاعنا نوصلوها ونعديوها في حلة باهية وتكون معناتها نظيفة ولكن في اللايف خاطر ديما اللايف خير برشا برشا من استديو أنا نكلم فيك استديوهات بدينا فيهم معناتها ما تصورش معناتها استديو هذا أنا دشنته فهمت مش كيما اللايف كيما ديجا أنتم تعرفوا اللي في أوروبا مثلا سي دي لايف يتباع دوبل ولا تريبل أكثر من التسجيل نتاع استديو إن شاء الله ربي يوفقنا باش نوصل لحاجة به إن شاء الله توا شفنا تقريبا البرايف وشفنا الأغاني من بعد كيفاش تم تسجيلها قديش يعني تاخذ من وقت قديش من عنصر في الفرقة الموسيقية فرقة الإذاعة والأمور هذه وشفنا أجواء محلة أي شفتوا لفرقة الإذاعة معناتها مجندة للشيء هذا وكلهم بارك الله فيهم ونشكرهم ياسر 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 بصراحة فما ناس مرضى وجاءوا وسجلوا والله العظيم فهمتني مرضى وعندهم معناتها رخص طبية ومرضى معناتها وصل واحد جريبي معناتها وقبلناه باش يعزف معنا خاطر يحب على التسجيل يكون فيه واحد معناتها الناس كل شعر بمسؤولية كبيرة بالناحية هذه فهمت
مع آلات الموسيقية الكل موجودة والأعضاء الفرقة. لاباس تو الفرقة فرقة الإذاعة تو بإذن الله من اللي جاسي نبيل زميد فهمتني. بصراحة ما قصرش، زاد آلات معناتها زادونا ثلاثة كمان جاتية يوم يكونوا، وزاد ناي وزاد كلافي معناتها حاجة معناتها زاد البلوس للفرقة الإذاعة بصراحة. تو ولينا فرقة جاهزة أتوما مو باش تخدم أي برودوي. تقريبا زيد براشين مو يظهر باش تولي يعني تسجيل باش يحضر فيه ببليك كأنه حفلة يعني حقيقية. هذا ما نصبوا إليه وموجود معناتها الفكرة موجودة فهمني، باش تكون باش تكون هكا باش تكون معناتها تسجيل لايف وبالببليك زادة فهمتني، ويحضر هو بيدو يشوف كيفاش التسجيل. حاجة حلوة ياسر. اتصل في المايسترو التونسي الأستاذ محسن المطري اللي أنا سبق وتعاملت معه من قبل، وعرض علي فكرة أنه دعوة للإذاعة وتسجيل حلقة فنية موسيقية للإذاعة. طبعا كانت فرحتي لا توصف يعني لما سمعت هذا العرض يعني، وقبلته دغري يعني. وجيت على تونس يعني، طلب صار من قبل إذاعة إذا بدك. وبتصور أظن أن هذه أول مرة بتصير، أظن يعني بعتقد أنه بيدعونا نحن اليوم يعني عن جديد عم بحكي، لأنه أكيد من قبل في فنانين كبار كتير 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 إجوا وقفوا بهذا المكان اللي وقفت فيه اليوم أنا، وغنوا مع هذه الفرقة الرائعة، الفرقة الضخمة، الأساتذة الكبار من دون مجاملة، لأنه فعلا يعني تحية كبيرة أول شيء لإلهم مش لإلي أنا. كنت أسمع أنه الفرقة فرقة الإذاعة يعني طبعا ضخمة، حسيت بضخمتها بصراحة يعني، وكنت معتز وكان إلي شرف كبير أني أوقف بوجهن وتعامل معهم وسجل معهم واشتغل معهم. فمثل ما شفتوا دغري سبحان الله كان فيها اللحمه دغري دغري فورا يعني، ما كان فيه لنقول هال ريستريكسيون مثل ما يقولوا يعني. الحمد لله الحمد لله تأقلم دغري فورا يعني، فورا متشكرون كثير. وان شاء الله ان شاء الله يا رب انه جمهورنا الحبيب يحبوا هالشيء اللي بدنا نقدم لهم اياه، لانه ما جيت كرمال اقدم شيء لا يليق اول شيء فيي انا معلش، وكمان يليق بالجمهور التونسي اللي هو مثل ما سبق وقلت لك انه جمهور دويق وفني واذن خطيره يعني. يا اما بدك تقدم له شيء بمستوى اللي هو المزبوط يعني له، يا اما انا بالنسبه لي خي ما تجي ما تقدم شيء ابدا يعني. هذه بالنسبه لدعوتي يعني، وان شاء الله يا رب نخلي لكم المشاهده لما تنبث الحلقه، وان شاء الله تنال اعجابكم يا رب واعجاب الجمهور يا رب. حاولنا باش نعملوا هالحصة هذه باش المستمع يتمتع بالجو، الجو اللايف اللي هو جو حفلة. وأنا نعتقد كون الإنسان كيمشي يحضر في حفلة ويتمتع مع مطرب في حفلة خير من يسمع سيدي. وعلى ذلك الناس تمشي الحفلات، سينو ولي يمشيش الحفلات يسمع سيديات ويقعدوا يمشيش الحفلات. لكن الجو هذيك اللي حبينا نخلقوه في عالم تسجيل وعالم حصة إذاعية تتبث للناس وتقعد طبعا لرصيد المؤسسة اللي هو الإذاعة الوطنية، رصيد الإذاعة الوطنية والإذاعة التونسية بصفة عامة. حاليا من تونس البي يعني من تسجيلات تونس البي حصلنا بما يقارب على 30 ساعة موسيقى، و30 ساعة موسيقى معناتها برشا فلوس
وقت كي باش نحكيو كرصيد فني برشا، كي باش نحكيو فلوس برشا فلوس زاد كيف كيف. الاختيار صار من اثنين، انا كنت مختار بعت لائحه بالاغاني كذا اغنيه، واتفقنا لما وصلت على انا اغنيه يعني ممكن نغنيها، وهيك صار يعني بالنسبه للاختيار. بالنسبه للاغنيات طبعا غنيت من اغنيات جديده انا وشوي القديمه يعني اللي انا مسموع فيها بلبنان، يعني اللي هن مثلا يا حلوه حبيتك من كلمات الشاعر اللبناني استاذ طوني ابي كرم وجهه تحيه، ومن الحان الموسيقار الجزائري الاستاذ نوبلي فاضل بندعي له بالصحه يا رب طول العمر، موسيقار رائع يعني بكل معنى الكلمه، ومن توزيع المايسترو التونسي الاستاذ محسن المطري. تم التسجيل عن بتونس بصراحه باستوديو الاستاذ لطفي بوشناخ، يعني كمان موجه له تحيه استاذ لطفي. هذا في السابق لما هذا يعني بهالسنه الماضيه يعني 2015 2016 يعني بهال كم شهر استوديو لطفي بالاستاذ لطفي استاذ لطفي يعني كتر الف خيره، فتح لنا ايديه وحضننا وترحب فينا وبدك ايه، ونحن يعني هون بلدك هذا بيتك هذا. واللي قلت لي منذ قليل كنا نحكي وقلت لي سعدني وشرفني اني نكون نغني معه. طبعا طبعا 100% يعني ان شاء الله يا رب، ان شاء الله بتمنى من كل قلبي انه يصير في عمل مشترك بيني وبين استاذ لطفي، مش بس عمل موسيقي حتى حفل، لانه كمان بكل شرف انا بكون لي بعتز اني مثلا اكون بروميير بارتي لمهرجان من مهرجانات استاذ لطفي بوشنير، انتبهت علي؟ ما عنديش هذا الشيء، بعتز فيه من كل قلبي. ان شاء الله يا رب ان شاء الله يتم، ان شاء الله يتم. انت عندك معلومات ومش عارف لو بدك تروحي بهذه الاسئله، بس معلوماتك مضبوطه، المعلومات اذا في عندك اياهم براسك. هذا بالنسبه للاغنيات اللي سجلتهم، يعني حلو حبيتك قلت لك، وعشقين اغنيه عشقين من كلمات من اعمال الاستاذ الموسيقار الجزائري الاستاذ نوبي فاضل، وتم التوزيع كمان مع المايسترو استاذ محسن المطري، والتسجيل كمان باستوديو استاذ لطفي بوشناغ. واغنيه كمان ردي لي يا قلبي، حكينا على اغنيه يا حلوه حبيتك، اغنيه عشقين، واغنيه ردي لي يا قلبي اللي هي صورتها فيديو كليب بالجزائر. وكمان بكل فخر، وكان إلي أنا فرحة كبيرة لما عرفت أني أول فنان لبناني عربي يدخل على الجزائر ويصور كليب بالجزائر. هذه يعني بالنسبة لي للتاريخ فرحتي لا توصف، وبشكر الشعب الجزائري وبشكر الدولة الجزائرية والوزارة الثقافة اللي على رأسها الوزير يعني الإنساني المثقف الأستاذ عز الدين ميهوبي، يطولنا عمره يا رب، يطولنا عمره، لأنه لما عرف بالمشروع سهل الأمور يعني، والشعب كان متجاوب معنا كثير الحمد لله. صورنا الأغنية إن شاء الله راح تشوفوها وتنبس بإذن الله بداية الموسم، يعني قبل الصيف بشوي بإذن الله. تقريه ساعة هذا الاستوديو الاستوديو 8 اللي هو اصبح مجهز باخر التجهيزات العالميه، معناتها انا درت في العالم العربي كل من المغرب الى الجزائر الى تونس الى حتى الخليج، يعني التجهيزات الموجودين في الاستوديو 8 معناتها تجهيزات ذات مواصفات عالميه يعني، وهذايا بالنسبه لنا احنا معناتها كسب لتونس وكسب للفن التونسي بصفه عامه. قاعدين في الاستوديو ذي حاليا، انا اللي لهي شد الاستوديو معناتها لهي بالامور التقنيه، قاعدين نسجلوا في حصه اللي هي حصه تونس البيا
اللي هي من اعداد من من اخراج ويا ربي من 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 تقديم الاعلامي حاتم العماره، وهي فكره طبعا من الاذاعه الوطنيه، فكره سي سفيان بن عيسى وسي عبد الرزاق طبيب اللي هو رئيس المؤسسه. الحصه هذه تعتبر حفله لايف، حفله كما يقول حاتم العمارة، معناتها هل الحصة هذه توري كل فنان على حقيقته، لأنه أصبحت التقنية كانت يعني نقول نجم نسجل ملتي بيست، نجم نسجل صوت نصلح صوت وبعد نخرج للمستمع، لكن بالتقنية هذه يعني بالتسجيل هذية تسجيل حصة تونس البية، يعني كل فنان بيشوفه يعني حسب إمكانياته الصوتية، فهمت؟ والحاجة الحلوة في هذا كله اللي تفقدت في الفن العربي بصفة عامة، الناس كل مشاو للملتي بيس، الناس كل نسجلوا كما جات وبعد نسجلوا قانون وبعد نسجلوا ناي، ولات معناتها وقت اللي تكثر البرفكسيون تولي مملة، تولي مقلقة، تولي تفد. أكل حضور الفرقة اللي كما شفتوا قبيلي واحد وانتم حاضرين بحضنا، أكل فرقة وكل لمة هذيك وكل لمة كل أمبيونس هذيك وكل كل الموسيقي حاضر، تحس حاجة حية، يعني سي دو لايف، والحي ديما أحلى من مهما يكون، خاطر لا بيرفكسيون بعد ساعات تقتل الفن. من جبل لبنان، من جبل لبنان حملكن سلامي، وإذا ما وفيت ما بخلص ملامي. من جبل لبنان، من جبل لبنان حاملكن سلامي، وإذا ما وفيت ما بخلص ملامي. وقالوا لي خود، قالوا لي خود يا وليد علامي، غصن من أرزنا وكمشة تراب. أوف يا حبيبي يا حبيبي يا 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 يا. شكرا شكرا. المواكبات والتظاهرات الثقافية ديما متواصلة في توقيت ياسمين، خلينا نمشي ونكتشف تفاصيل فقرتنا وراجعي. شكرا شكرا لطول. واكبنا تحضيرات وتمارين مسرحية غنائية تحت عنوان عالمنا، تعنى بحقوق الطفل، يشارك فيها مجموعة من الصغار، استعدادا للعرض الفني في شهر مايو المقبل في قاعة المؤتمرات بالعاصمة. عالمنا هو يعني مسرحية غنائية تدوم حوالي ساعة وربع إلى ساعة وربع ساعة ونصف، هي ما تعنى بحقوق الطفل العالمية، يعني الشعر أخذ مجلة حقوق الطفل العالمية وترجمها إلى أشعار وضعناها في لحن وفي دي تابلو معناها كوريغرافيك. هذوما مجموعه من الاطفال من العالم يشاتيو مع بعضهم ويحكيو كذا، يرفضوا العالم هذا ويخلقوا عالمهم الافتراضي اللي معناها هاربين من العالم هذا اللي كله معناها تناقضات وحروب وانانيه وكذا، فهمت؟ ويقترحوا هما يخلقوا العالم الافتراضي نتاعهم وسموها عالمنا، ويحكيوا على العالم هذا شنو هو، فهمتي؟ وشنية الحاجات الباهية اللي فيه واللي يطمحوا لها. 50 طفل وباش نعرضوها في قاعة المؤتمرات بمحمد الخامس في بين أفريل ومي، يعني يمكن لو 15 مي. وستستعمل في هذا العرض تقنيات متطورة من حيث الأضواء والإخراج. فن الكوريغرافيا في بلادنا أصبح يستقطب العديد من المولعين ويجلب اهتمام جمهور كبير. العمل هذا فكرة لبشير لقاني، هو الشاعر، هو اللي وضع الكلمات
دونك والاخراج اعطينا السي منير العرقي معروف مخرج مسرحي معروف، والكوريغرافيا كوثر البحري. عيطت لي مدام كوثر باش نحضر نتفرج معنا، فهمت كل شيء. بعد كده غمست في الحكايه، معنا عجبتني الحكايه ولدي ما نحضر لين عيطت لي باش نجي نخدم معاها. معنا فن تعبيري بالنسبة لي أنا، هو أصله معناه الصغير والكبير ينجم يعبر به، معناها كسو سواء طفل محتاج ولا عنده، خاطر فما أولاد تو في العالم الناس عايشة في مجاعة في وسط الحروب والناس قاعدة تقتل في بعضها، فما ناس تحس رواحة معناها مش منتمية للعالم. نحنا لازمنا نبينوا صوت الأولاد هذوما، نعملوا اجتيح بالحركات ونستعملوا بدنا وشعارنا ونستعملوا الكور والسيرسوات. معناتها كل نهار السبت بدأ تستنى ما بعطيك جي كوريغراف، كما نعملوش نهار السبت تغشش بها لي مديزة. شكرا مشاهدينا، كما تعودتوا جميع الفنون تكون حاضرة وتغطيتنا ومواكبتنا في طوق الياسمين سواء في تونس أو داخل الجهات. غدوة حصة جديدة في نفس التوقيت وعلى نفس القناة. تصبح على خير، ناس الكل. شكرا شكرا لطوق الياسمين وضحكت.